قال رئيس الامانه الفنيه للحوار الوطني محمود فوزي ان دور الامانه فني ومحايد تماما موضحا ان الامانه ستتولى تنظيم اجراء جلسات الحوار واستيفاء وتجهيز الموضوعات بالشكل الذي يمكن مجلس الامناء باداره الحوار بشكل لائق. الحقيقه ان الامانه الفنيه دورها فني تماما ومحايد تماما احنا هنتولى تنظيم اجراءات جلسات الحوار ومتابعه فعالياته وتجميع وتصنيف وتبويب واستيفاء الموضوعات وتجهيزها للعرض على مجلس الامناء بالشكل اللي ممكن يمكن مجلس الامناء باداره الحوار بالشكل اللائق للشعب المصري. الحقيقه تم تقسيم الامانه الفنيه من الناحيه الداخليه الى اربع مجموعات رئيسيه. المجموعه الاساسيه كانت فريق المحتوى ثم فريق العلاقات العامه والاتصال ثم فريق متخصص في الاعلام ثم فريق متخصص في اللوجستيات